بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعيد جدا بأنني بتواجد مع حضراتكم جميعا هذه الوجوه الطيبة، وبشكر الدكتور حسن على هذه الدعوة الكريمة والطيبة، وبأهنئ معالي الوزيرين بتجديد الثقة، وبدعو لكما يعني ربنا يوفقكم ويعينكم في هذه المهمة في هذه الأيام الصعبة. الحقيقة أنه الأربع الأطروحات اللي طرحهم الدكتور حسن، سواء كان بالتحويلات أو بالعلماء المصريين في الخارج أو بالسكند أو ثيرد جينيريشن أو بإعداد المصريين للهجرة، هاي الأربع موضوعات متصلة ومرتبطة ببعضها برابطة عضوية، لأنها تتعلق بالمصري في الخارج ودوره إيه بالنسبة لمصر. الحقيقة إنه أنا بقول إنه مسألة بنلخصها في عدد المصريين في الخارج اللي احنا بنسمع الإحصاءات بتدور حوالين 8 مليون، في الأعمال التي ونوعية الأعمال التي يقومون بها، في مقدار ما يحولونه إلى مصر، وده عنصر مهم ولا نخجل منه، لأنه تصدير الخدمات وخدمة العمل من أهم مجالات الصادرات في العالم كله، والإحصاءات موجودة. وبالتالي الثلاث جوانب أو الثلاث عناصر بتطلقي بظلالها على ما يجب أن يكون. الأول عدد المصريين في الخارج، صحيح 8 مليون لكن ممكن يزيد، وده بيلقي بظلاله معالي الوزيرين الكريمين، هل هناك جهود تبذل للبحث عن فرص عمل أفضل للمصريين في الخارج؟ ماذا نعد لزيادة فرص عمل للمصريين في الخارج، في سواء كان في دول الخليج أو في الدول الأوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها؟ لأننا نؤمن ويجب أن نؤمن أنه قضية مهمة دكتور حسن، هل المصريين في الخارج أو الهجرة هي رصيد لمصر أم نزيف من مصر؟ دي مسألة محورية، عايزين هل هي رصيد ولا نزيف؟ اعتدنا لفترة طويلة نقول البرين درين وهجرة العقول والمسلز درين وهجرة السواعد وبيحرم الاقتصاد. اعتقد آن الأوان ان احنا نغير النظرة في ظل الزيادة السكانية اللي موجودة، وبذل جهد اكبر مع البرامج، وان نعتبر ان المصريين اللي موجودين في الخارج دول رصيد لمصر، رصيد زي ما نقول قوة ناعمة دبلوماسيا، قد تكون رصيد من الناحية الاقتصادية، قد يمثلون لنا قوة ضغط في المجتمعات التي يوجدون فيها في المستقبل وفي تعديل كثير من السياسات. لدينا تجربة الصين، الصينيون في الخارج والعلماء الصينيون في الخارج أسهموا إسهام كبير جدا في نمو الصين، وأنها تظل أكثر من 30 أو 40 سنة تحقق معدل نمو أكثر من 9%، وكذلك في الهند. فأعتقد أن احنا بتوطيد العلاقة معهم، وأنا سعيد جدا بخلق وزارة الهجرة، وسعيد جدا بالتوازن، أننا لا ننظر إليهم إلا أنهم مصدر العملة، وأنما مصريون لهم كل الحقوق وأيضا عليهم واجبات تجاه الاقتصاد المصري. أمر آخر أيضا سريع، والعلماء المصريين في الخارج، الحقيقة عقدت مؤتمرات من قبل وكان يمولها البنك الدولي في برنامج عودة العلماء في الخارج في كثير من الدول النامية، ولكن أنا لم تنتهي المؤتمرات إلى شيء. وذلك معالي الوزيرة حضرتك، أنا أعتقد أن احنا نحتاج إلى آلية دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج ليعرفوا ماذا يوجد في مصر، وليحاطوا علما بما يحدث في مصر، وما هو مطلوب، ما هي المشروعات المطلوبة في مصر، ليس فقط عشان يزيلوا تحويلاتهم في البنوك المصرية، وإنما فرص الاستثمار الحقيقية هي أهم من مجرد التحويلات النقدية، سواء والاستثمار المباشر هو أهم. تفعل ذلك الآن إثيوبيا، أنا أجيب أمثلة من الدول النامية، إثيوبيا تفعل ذلك، رواندا، ناهيك حضرتك عن الدول الأخرى. الجيل الثاني والجيل الثالث دول أنا بعتبرهم رصيد حقيقي بالنسبة لمصر، إذا ما تم التواصل وخلق قنوات وجسور قوية معهم، هؤلاء هم سيكون يعني مؤثر، يكونون مؤثر قوي لمصر
في السياسات الخارجية، وأعتقد أننا لدينا الكثير والكثير ممكن نجنيه من حسن التعاون مع أبنائنا في الخارج، فهم مصريون ويحبون مصر بالفطرة، وإن شاء الله علينا إحنا نبحث ما هي السياسات، سياسات مناخ استثمار مهيأ، سياسات نقدية مواتية، سياسات مالية مواتية، الثقة اللي حضراتكم الاثنين اتكلمتوا فيها ودي برضو مهمة للغاية، وأشكر حضراتكم لحسن ما. شكرا جزيلا.